السلام عليكم ورحمة الله. تكلم معي شلال السويد عن سبيكر 13 دوز 13. عندنا قزرة فيها من 2000 كنا قاعدين فيها وساكنين احنا وش من الخرق معانا. وقف جاتنا الحكومة 2010 وكسرت ومشيت عنا. كسرتكم علاش؟ كسرتنا داقتنا ما نسفل قافل. ليش؟ ما كنتوا ساكنين فيهم؟ ساكنين فيهم ودايرين الصدام. انتم مظهر عندكم نمروات ورحلتوا عنهم الدورهم هم اللي نمروات اخرين. ما عندنا نمروات الا من 2010 من 2000 بنقرا في ماتيا وجانا 2010 بنقرا في ماتيا. ما ادري اي نمر ولا عندنا بس ساكنين. وغلبناهم وقعدنا في ماتيا وقاموا مشاو عنا 2018 جانا وكتبونا وسجلونا قبل قام كارد وصورونا في ماتيا وتقلبوا عنا وتموا ماشي. وتمينا ما رايناه من 2019 جاوا في ماتيا وتبارك ما عدلوا يجهر قراديراتهم ويعدلوا حالتهم قالوا انتبهوا سجلوا وباتشاركم طرحه عند الحكومه ولا لهن عدلوا حالتي تراو تجون تقعدوا مع الورف تقعدوا تو الورف بلي اذا عاد عقب ذاك جاونا ولا جاوا جايبوا الورف بلو تاتوا حالتهم وطبزوا علينا وحالتنا احنا كاملين ذاك الحرف كامل مرقود قدام خارقه منه 25 رقاش جبر تمد من السياسيين اللي تقدر تتكلم عنها وتنشي عنها جبرت تراب خيالي جبر لي اجبار 13 نمر لي اجبار 14 نمر لي اجبار 8 نمروات لي اجبار 5 نمروات من الناس والثانيه اخرى جبروا منين؟ فهم خارقه 25 رقاج منه جبرت مد تتكلم عنها وجبرت من السياسيين وقطع عنها جبرت لي اجبار 13 نمر ولي اجبار 10 نمروات ولي اجبار 5 نمروات ولي اجبار 8 علم الله رايكم ها قاعدين فيهم حالا ونحن الاخرين خارقه 72 اسره ذيك يا دام تفتى ذيك بيكا دار اللي كاري واللي انتم قبائلكم منين؟ سياسيينكم منين؟ احنا السياسيين ما لا ساعة كيف تقول ساعة الدولة عندها شيء يشون الجرى كان سمعت وانا فهمنا لعبتهم بعد الزرق الآقبة بينا قاعد نمشي معاهم قلنا نحن ما عدلوا لنا شيء لان ماشي معاهم بين اللي نحن وريت لكم الزرق على الحاشية ما رينا حد يتكلم عنا وجينا هنا تي هذا الخوت يطول اعمارهم ان شاء الله ومدوا لنا بعد ايديهم اخيار اللي جبرنا الوالي اللي جينا الحاكم مشانا شور الوالي والوالي قطعنا كل بلد طرحنا فيه كل بلد طرح لكم كنا مشانا شور الوزير ومشانا شور ميمونه المدير رايت وقت ما رايهم كلهم مشانا شور ايوه انتم انحلت ما انحل ما انحلت الا قفلوا علينا الابواب وقالنا قاعدين نتو قالوا لكم شنو؟ قالوا لنا لان ما نمشي يحبسونا ميمونه قالت الوالي اللي عندكم سجن الوالي قال لنا كنا بعد مشانا بعد شهر هم ولين جانا هم قالوا لي قاعدين نتكلم يحبسونا نتكلم يحبسونا لا ورقة قالت لنا ميمونة من قال عنه لا يحبسكم ميمونة تحبسكم قالت لنا الحمد لله لين جيت قلت لها تي احنا جاي قلت لنا تحبسكم علاش قالت لكم جريمتكم شنو؟ ما سوت قالت لنا تراب الدولة انا حيينا تراب وجاتها وقبلتها وطاتها العاطي تهال معاكم انتم وتو ماشي والحمد لله ما لقيت من الزمن ما حبستكم قالت له دخل واحدين اخرين تقول عدنا مشي هذه ميمونة محمد سالم قالت لنا الحمد لله اللي ما نحبس اخو تو ماشي دخل واحدين ريال جايين خلينا نتكلم أربعة أشهر قاعدين حضر نجبروه الوزير مدير الوزير قاعد ما أجبرناه قاعد مرة قاعد حد دخلنا الوالي ما دخلت وين؟ ما كنا مشينا تاخذنا ملفنا وجبناه للوزارة أنتوا ما ترجعوا الوالي؟ الوالي رجعنا له شو قال لكم؟ الوالي قال لنا عنده لا لأنه مشينا شو الأشياءات أنا جبنا أو إنه ما جبر شيء إحنا إنه ما عنده لا يعدلنا أيوه زين هو جبر إذا اسمع عيش شلال سويلف ويوم التكديك يوم التكديك جابوا الدنيا غرفة السلام عليكم ورحمة الله. تقولوا هو اللي كيف ما قاعد طرف الصيد. أنا اسمي دوم جاي من صرف بيكادوس كريس مبينهم حكومة. وسابق كامل نحن كنا فهم من 2000. كنا في من 2000 جابونا قاونا وقالوا لنا ترى بدنا نقعدوها وانتم كلكم ما كنتش موجود. عقبوني تو يوم الدقدق هو اسمه 2018 جابوا لنا قرادرات وجابوا لنا فينات وقالوا لكم فرمار في الدبشو لان زرقوه في صرنبالي وفعلوه حد فرمار في الدبشو وبرقته ويا حالي يرفدوه يسرقوه صرنبالي. وتوفوا عقبوا تما ونينا قالوا لنا بنا قالوا لنا مرقوا يتراب لا يقادوها وبنا كلنا نحن باتش موجوده ونينا مرقنا عنهم قاموا ماشيين وجاوا قسموا التراب باتشات
والبور سكنوهم فمهم قلت لنا كنيسة الجرانات دعيت تخبرها الجرانات جابوهم جابوا انت ما قلت جابوا لا جابوا يوم ثم ماكم مشيتوا قلنا لك ما مشينا منين جابوا لنا جرانات وبنات جابوا شفتوهم مشيتوا والله اخبارهم شفناها لا شفتوهم مشيتوا حقبة اسمع نحن قاعد تشخ تهربوا ما يدبر حق حنيني نحن ما مشينا المشي الوحيدة نحن وقفنا عند قدره وسمعت اذن البانيين فهم من بارنا اسمع ونين جاوا واسمه مطاو شو يدقدقوه فوقنا اسمع ونين مطينا فهم دروا 14 ولا 5 احنا قاعدين فهم السمس اسمع هذا الورف كامل يشهدوا ليها اسمع وهي الجماعة الحمد لله جاتنا اللي شافت جماعتنا رانا فهم ايوا زين اسمع وتو وحكمونا وتو بابا ابو روس فينا وتو اسمع ونحن اللي عندنا من السياسيين واللي عندنا هذا من نزرقوا لبيرام عندنا شنو هو؟ عندنا مولانا وبيرام عندكم انا؟ حقبة عندكم باش؟ عندنا في السياسة قبل نقولوا لك اللي انت هو الرئيس تقولوا لك انت حقبة وما نجح احدنا نحدثه منه وحد قالوا هو جاي يسرقوا لي نعطيكم منه يقولوا له مالنا اسمع جاونا واحدين قالوا لنا شو هو جاي يسرقوا لنا وكلكم تعطوه نمرو قلنا له ما يخالف قبضوا النمرو وسرقوا لي ما أذناها ما رفدنا بها بيها لفو ظالمكم شو حنوني رفد بيها لفو ما رفدنا بها ايوه حنوني اسمع حنيني قلت لهم كردان ديتي ماني أصلي الحد قفون اسمع اللي نقول لك قفون اسمع اللي نقول لك والله حنشوف رقبوا لي هذا رقبوا شو يلا حالي مداخلة الأخيرة تعتمد عمك اي والله اجي هون يقول مظلم عشرة الآن مظلم الأربعة السلام عليكم واحد من السكان ورق قصرة ورق جماعهم طردين ما أجبرنا شيء كنا ساكنين في ورق قول عرف اسمك بعد انا قال حسين والناجي من جماعه سكان ورب مطردين ما جبروا التراب انهم ساكنين هم قاصرين الفرق ولا رينا التراب وراينا باذن الله لاجئين ولا عندنا بلد ساكنين موجه نداء هون للجهات المعنيه دارهم يعطونا قطاع ارضيه ما عندنا مطلب مهود مالك ما ريتوا التراب ورف ماله وراحلته له وقسمت عليه التراب بليده معينه تورك ماك تفهم جيد لو قسم عليه الورف الناس اللي ما يقع عنده علاقه بورف الناس اللي هي الورف ياسر من اهم مطردي ولا جبر شيء هوك وما هله طردي عليه ما جاب كتب اللي كتب عند الورف خلقت فيه ياسر من الاشياء اللي خلق فيه ما هو فايت حد الاشياء شني لو خلقت فيه الكتب اللي جات ورف جات دارت عود قريب من هله كتبات الاربعه واحدين ما طلعوا فريزو وجات كتبت اللوح واحدين ترضوا منها وجات ياسر من الاشياء هم وجاوا من تالي صار الناس كامله اللي جاتهم جات كلها اللي عنده اللي قادوا يقدم قدموا والناس اللي ياسر منهم جهد ورف ما جبر شيء من تراب جهد ورف ما فيه اللي جبر تراب جبرت جماعاتهم واحدين ترضوا ياسر من الناس ترضوا من التراب ما جبروها وكلها عنده العيال راه ورك وانت واسع بماش ما جبروها بيوم لا ما خلقتهم نزافة والله ما خلقت نزاشني ما خلقت نزافة تقسيم انتم مواطنين كاملين قاصرين بعلي ايش اللي مواطنين قاصرين كاملين وانتم يروا التراب كاملين ما يرى بعض وبعض ما يشبر ايوه زين ايوه سمعنا السلام عليكم ورحمة الله انا سمعت هذا المواطن ضرق قالوا عن سمعت سي بون انا سمعت صارك السلام عليكم ورحمه الله انا سمعت صارك بعض هذه المظالم المواطنين قالوا عنهم الوساهم عنهم جاهم شو من الناس يقولوا هم هم بلاني مروات عن الدوله ما طعتهم سكن وعنها هدتهم بقرانات وعنها شردتهم وعنها كسرت بقاشهم وكسرت برقتهم وجرفتهم البنات وصنبطاليات هو نقولوا احنا وكل شما نعرف صنبطالي ايوه وعنها عنهم قالوا يقولوا لهم
يا غير منين تعودوا دهامكم تزرقونا احنا وتخلوا بيرا نعطيكم النمر واحد. قايلان المواطنين في ذي بعد ذا الامر التالي عن ذو الناس اللي يقولوا لكم عنكم الى زرقتوا لهم يعطوكم نمروات ولا خليتوا بيران وتركتوا لهم هم يعطيكم نمروات قال لكم تتعاملوا معاهم حنوني انتوا حنوني صح لكم راه انتوما نمروات باش تسكنوا عندكم فيه الحق في دولتكم انتوا ما لا تعودوا مشردين في دولتكم ما لا تعودوا لاجئين في دولتكم هذه الدوله مسؤوليتها ومحرم عليها تعدلكم هذا ويلا تسكنكم يا غيرتوه منكم اعطاه نمرو للسكن ما يمشي يبيعوا ويعود يدور يقزار يدور نمرو اخرى اخرى يا غير ذو منكم اللي ماتوا جبروا نمروات الدوله ما تعطيهم نمروات منين يهدوكم ويقولوا لكم منين تزرقونا نعطوكم النمروات يعني تزرقونا وتخلوا بلا نعطيكم النمروات قولوا ما هي اللي نمرو عندك بالحال قولوا ما هي يا غيرين تقبضوا النمرو انتم مملي زرقكم عندكم فيه الحق منين تزرقوا عندكم فيه الحق منين تبقاو انتم في الكيس وحدكم منين تبقاو انتم في الكيس ازرقوا البيران بيلي بيران 2019 اللي معاه من الموريتانيين واهر معاه يدور عنده التلافة رقاي يقول منين ازرقوا الاكياس دوك يتكلموا يزمدوا عنا بدا ايه سمعت عنا هذا شنو قلت لكم عن ان الزرق حقكم والتراب حقكم حدهم يقايض حقوق حقكم بحق اخر عندكم حقكم في الزرق حد اللي يقايضه بحق التراب والدوله دوله ظلم والحق فيها مو خالق والاداره فيها قربها من المواطن لا يتهد ولا تبط ولا تعيط عليه القرد ولا تجيب له جرانات كيف قلت انتم جايب لكم جرانات يهدكم بها ما نهى عنكم اللي شؤون التقية والمكر ذيك شنو تقولوا لهم ايه لين يزرقوا لكم يا قير منين تقبضوا النيمرو تقعدوا فيه ويجي الزرق انتوما وحدكم في القبة زرقوا انتوما لا تبغوا تزرقوا هي هو حد عاقل يعود يعرف السيف اللي يسير بها اموره السيف اللي يتحاشى بها العراقل يا غير مالي قايلوا للناس كامل الاخرى حد كامل من اهل الإراء به اللي شفت واحدين يتكلموا وواحدين يشدقوا ولا كذا يقولوا عن السحب حد من إيراء وشفت زينة عندهم طالبهم هم ذوك وذوك اللي يجبروا من اهل الإيراء اللي منهم كامل جابر شي يقد ينفعوا في الدنيا والله في الآخرة جبروا مقابل ينسحب عن إيراء انه ينسحب يمشي عنه وتوب يا غير نحن الإيراء وهل الراق نبغوا لكم الخير قال لكم انا وهذا الوزير رئيس الرق عمر وليالي علمكم كامل جابر شي ما اعطيله اياك يمشي عنا يقبض ويتماش نبقوه يربح بيه احنا يلمسه ما ضار نفسي احنا اذا زرقنا 200 الف زرقتنا 2019 ما تعرفنا ولا نعرفوها متردمه اكثريتها جابر شي وساكت جابر شي على ضادين احنا عنه ضدنا احنا يا غير ساكت عليها يمين الحرف صدره الين دربان حي الكرب وخارج واحد هون سمعت عنه تعرفوه رجل اعمال هون جايب مليارات وقال عنه يدورهم لا يفتت بهم قوة بيرة ويفتت بهم الرق يفرقوا يفتت بهم إيراء وفتوا حركته في لي بيلي جابر لا مش رايك الدولة إلا من مؤسسات الدولة إلا من حليب الدولة إلا من التهنتيت على الدولة وسمن من شحنة كلوة والفضة ما تدور زيدان
الحق ذا القنطرة ما انت عندهم يدير ذا عنده موريتان اللي ما يقديه رغتله اكثر منه مئات المرات اللي عنده في الخارج كل دولة لا فيش وعنده الفضاء يدورها لا حد يعيب بها لا حد يعيب بها يسوى حد ما يعرفه حد مو مهم ولا عنده قيمة يا غني يعيب بها يجبر فضاء قيسوه استفادوا انا قايل لكم تستفادوا وتقبضوا يا غير انتوما هانين في بلادكم اذا مو ضمائركم ما عندكم وزركم انتوما في القبه وحدكم ما قد حد يمنعكم منه ولا اللي تقولوا انتوما وتعدلوا مالي مو دارنا احنا بل نافعنا عيب لنا الدوله زمن عبد العزيز عيب لنا الدوله زمن عبد العزيز وعيبهم لنا ومبروك مبروك معنا زمن القزواني نافعنا مو دارنا اكثر نفعوا علينا من ضروا ما انا عنكم اذا ساهمتوا فيه لا نافعيننا هذا باطل وصيكم عليه ورانا والمظالم اللي عندكم ندور رجوع العين المكان ونزوروه ونتضامنوا معاكم ان شاء الله ونقولوا فيهم ذاك يا الله والسلام عليكم ورحمه الله شكرا